صلت على جسم الحسين سيوفهم، غدا لساجدة الضبا محرابا. يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظهم إلا الأسنة والنبال جوابا. صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين بن علي، رضوان الله تبارك وتعالى على روحك وبدنك وجسدك، صلوات الله وسلامه عليك وعلى أرض حللت بها، صلى الله عليك وعلى أصحابك وأبنائك وعلى من استشهد معك، صلى الله عليك وعلى زينبك وعباسك. هذه الحلقة أحبتي نرحب بكم فيها وفي موكبكم موكب الأيام، حيث سنتحدث عن شخصية المولى أبي عبد الله الحسين في واحدة من منعطفات التاريخ الخطيرة، حيث يقتل بدل أن يعظم ويكبر ويبجل الحسين، يقتل وأيما قتلة ويصرع وأيما مصرع. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما دجى الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق. أحبتي لكم التعازي، وباسمكم نرفعها إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتعازي موصولة لفضيلة الشيخ جلال الصغير، حياكم الله شيخنا، عظم الله لنا ولكم الأجر. بارك الله بكم. لليالي مضت وأنا وأنت ضيفين على سيد الشهداء في موكبه موكب الأيام. نشكر الله هذا التوفيق، نسأل الله أن يتقبلنا خدام في هذا الموكب إن شاء الله. سماحة الشيخ، نريد نبحث حياة الحسين. الحسين معروف، الحسين بن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. نريد نبحث لماذا تعلق رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسين، ولماذا أشد وأصر على أن يعرف الأمة من هو الحسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله. ما من ريب أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه تبع للقرآن الكريم، اعتنى بفئة خاصة لأنه كان يراهم امتدادا لمهمته الرسالية التي أنيطت به من قبل الله جل وعلا. الحسين شريك رسول الله في آية التطهير، شريك رسول الله في آية المباهلة، شريك أو معني الرسول بقرباه، وهكذا بقية الآيات التي تحدثت عن طبيعة مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن يضاف إلى كل ذلك أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعد له دور فيه تغيير لمسار التاريخ، وقد قيل بأن الحسين عليه السلام له منزلة لا ينالها إلا بالشهادة، بمعنى أن المراد به الشهادة هي سمته الخاصة أو امتيازه الخاص، ولكن ماذا سيترتب على هذه الشهادة وما هي التفاعيل أو المخرجات التي سوف تؤدي إليها هذه الشهادة؟ يمكن أن نقول أن الانقلاب في حركة التاريخ كان هو المعادل الأساسي لهذه العملية. لذلك يمكن أن ننظر إليه تارة بعنوانه الحفيد، وطبيعة الإنسان يعتز بولد الولد ربما حتى في بعض الأحيان أكثر من الولد نفسه، اللهم إلا أن يكون الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه في جانبه الشخصي. أما في جانبه الرسالي فلا شك ولا ريب أن نظرته إلى الإمام الحسن والإمام الحسين هي واحدة، إن قام وإن قعد بالنتيجة هما إمامان. لكن ما أعطي من دور إلى الإمام الحسن لم يكن هو الدور الذي أعطي للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بشكل طبيعي من يقتل بهذه الطريقة ومن له علم
كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه سوف يحظى باهتمام كبير من رسول الله. هذا لا يعني أنه لم يهتم بالإمام الحسن، بالعكس، لكن بالنتيجة علقت على الإمام الحسين مهمة في غاية الحساسية، والأمة سترتكب مع الحسين ضلالا كبيرا جدا بالشكل الذي لا يمكن للرسول إلا أن يتم دوره في إبلاغ الأمة بالحجة المعلقة عليها أو المناط بها، فإن التزمت أصابت هداها، وإن لم تلتزم تتحمل كل العواقب وكل التبعات المرتبطة بطبيعة عدم التزامها بهدى الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. سمحت الشيخ، نأتي إلى شخصية الحسين عليه السلام، فنجد الحسين يخترق، عفوا على التعريف أو التعبير، يخترق الفقه، يعني البكاء في الصلاة لا يجوز، فإذا بكيت على الحسين يختلف، البكاء الاعتيادي لا تثاب عليه، لكن إذا بكيت على الحسين القطرة بقدر جناح بعوضة تختلف، لها معايير أخرى، تكبيرة الإحرام ورواية التكبيرات الستة قبل الصلاة، لعب الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي صار فيما بعد سنة، كثير من القضايا، السجود على تربة الحسين، كثير من القضايا، وكأن الحسين عندما يصل الفقه إلى الحسين يتوقف. الحسين هو الفقه، ولكن أعود وأقول طبيعة المهمة التي أنيطت بالحسين عليه السلام حينما أداها يفترض أن يبتدئ الأئمة من بعده بتركيز المشاعر وأحاسيس الناس باتجاه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هناك أمثلة كثيرة في نفس السياق الذي يعني تشير إليه، لكن أشير إلى قضية لافتة جدا. معروف عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أمر شيعة أهل البيت بالالتزام بالتقية، وقال من لا تقية له لا دين له، إلا في قضية الحسين. روايات تتحدث عن ثواب وأجر من يزور الإمام الحسين على وجل أو خف. التقية متى تعمل؟ تعمل في وجود حالة الخوف والوجل، وآنذاك زيارة الإمام الحسين كانت تؤدي إلى عنة شديد بالنسبة إلى الزائرين. سجون المطبقات افتتحها العباسيون، وهذه عبارة عن هوة كبيرة، حفرة كبيرة لا مخرج لها اللهم إلا من أعلاها، ومن يرمى في هذه السجون عادة لا يخرج منها، لا يرى شيئا، يرمى إليه الأكل. من هذه السجون فتحت إلى هؤلاء، إلى زوار الحسين عليه السلام. كانت المسالح يعني تحيط القبر الشريف، غير محاولات درس آثار الحسين ومحو هذه الآثار، لكن تعقب الزائرين، وهذه الصورة الرائعة التي يرسمها المرحوم الحاج عبد الرسول محي الدين في قصيدة يا حسين بضمايرنا مربين على حبك دور. هذا التوصيف توصيف تاريخي حقيقي في طبيعة الضرائب التي لماذا هنا يقول الإمام الصادق عليه السلام بثواب من زار الحسين على وجه، مع أنه في كل القضايا وقضايا الصلاة وغير الصلاة وحتى الصيام تتغير الأحكام كلها تقية، أما هنا التقية لا يريدها أن تعمل، لأن المطلوب هو كسر هذه الأطواق، وقضية الحسين فيها القابلية على أن تكسر هذه الأطواق. لذلك عبئت الآن لو ترجع إلى كتاب كامل الزيارات، وهو من أهم الكتب التي تحدثت عن مقام الحسين عليه السلام. اسمه كامل الزيارات، لكن في الحقيقة لا تجد فيه زيارات كثيرة بقدر ما تجد الإشارة إلى مقام الإمام الحسين عليه السلام وطبيعة التعامل مع هذا المقام، مع أن هذا الكتاب في تقديري ألف لظروف الفتنة التي جرت ضد شعائر الحسين في أيام عز الدولة البويهي بين الحنابلة وما بين
شيعة أهل البيت في سنة 352 أو ما إلى ذلك من هذا التاريخ، في تلك الفترة ألف هذا الكتاب. وأنا أنصح من يريد التعرف على الحسين، بل من يريد أن يرقى إلى مقام من زار الحسين عارفا بحقه، عليه أن يرجع إلى هذا الكتاب كامل الزيارات للشيخ ابن قولوي قدس الله روحه الزكية. هو أستاذ الشيخ المفيد، بل ربما أستاذه الوحيد في المجال الفقهي، وهو تلميذ الشيخ الكليني. نعم. يعني ما بين عظيمين. وهو يقول أنا ما تتبعت الروايات ولم أنقل إلا عن الثقات من مشايخنا. على أي حال، هذا يعني هذه الإشارة حينما ترجع إلى هذا الكتاب تجد لائحة طويلة جدا من الثواب الذي علق على الحسين عليه السلام. هنا ألفت الانتباه إلى أن الثواب هو أجر أخروي، لكن من يفعل إنما يفعل في الدنيا. يعني هناك تفاعيل اجتماعية تصدر من المتعلقين للحسين هي التي يريدها الأئمة. الثواب على محفوظ، لكن هناك أثر يتحقق في الواقع الاجتماعي، هذا يجب أن يدرس في لتكتشف من بعد ذلك بعد التدقيق أن الكيان الشيعي لم يتحقق بعد أن كان متناثرا، بعد أن كان مبعثرا، بعد أن كانت الطاقات يعني مهدورة، لأن الشيعة في أماكن عديدة متفرقين متباعدين ولا توجد لديهم أي حاضرة اجتماعية. لو دققت في السوسيولوجيا الوجود الشيعي ستجد أن قضية الحسين لعبت دورا أساسيا في إيجاد الحواضر الاجتماعية وفي تقوية هذه الحواضر الاجتماعية وفي تحويلها من مجرد حواضر إلى قوة واقتدار وما إلى ذلك، بالشكل الذي يمكن لك الآن أن تتأمل هذه الصورة ما بين ذلك التاريخ الذي هتف فيه اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، وما بين هذا الموج الهادر الذي أصبح مركزا أساسيا من مراكز استراتيجية العالم المعاصر. سماحة الشيخ، الغرب تناول الحسين عليه السلام والمستشرقين تناولوا الحسين عليه السلام. هناك مقولة لمستشرق فرنسي يعني أسمعتني إياها قبل الحلقة، أحب أنه يسمعها السادة المشاهدين. رحمة الله على المستشرق الفرنسي الذي أسلم وتشيع من بعد ذلك، هنري كوربان. كانت لديه مراسلات مع العلامة طباطبائي، مراسلات كثيرة في حالات طباطبائي صاحب الميزان. صاحب الميزان، لعله أيضا كان له لقاء مع المقدس العلامة البروجردي، يعني المرجع رضوان الله عليه. أيما يكن، لديه قول في غاية الأهمية ما مؤداه. يقول بأن الأديان ماتت بموت أنبيائها، واليهود اليهودية ماتت بموت موسى على نبينا وآله وعليه السلام، المسيحية ماتت بموت عيسى عليه السلام، وأهل السنة هكذا يقول ماتوا بموت محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله، إلا الشيعة فقد وضعوا في مسارهم قضية الحسين، وفي آخر الطريق وضعوا قضية الإمام المهدي المنتظر. هذا يدفعهم ويحركهم، وذاك يؤملهم ويسحبهم إليه. يعني قوتان دافعة وشادة جادة، وما أسرع اللقاء ما بين الدافع والجاذب. جيد شيخي، الغرب تناول الحسين عليه السلام ليس فقط في الزاوية العاطفية، بل يعني الكثير من المستشرقين بل وحتى من الشرقيين تناول الحسين كواقع عملي، جعلوه مثولة ونموذج لنجاح ثوراتهم. هل تعتقد أننا علينا اليوم أن ندرس الحسين من الجانب الفكري أكثر مما درسناه طبعا وتعاملنا يعني تأخذنا مع الحسين، أخذنا وأعطينا مع الحسين في الجانب العاطفي؟ القضية الحسينية متشابكة الأطراف،
لا يمكن لجانب أن يؤمن كل القضية الحسينية، إن لم ينظر إليها في كل جوانبها لا يمكن أن يعني تقول بأني استوفيت دراسة الحسين عليه السلام. وهذا واحدة من امتيازات الحسين عليه السلام، بل واحدة من امتيازات منهج أهل البيت في التعامل، أن منهجهم كان يشمل كل شرائح المجتمع. لو وضعوه فقط في المجال الفكري إذن لحرمت غالبية الأمة من هذا المجال، باعتبار أن الطبقة المفكرة أو النخبة هي أقل القليل في المجتمع. لكن نحن نرى أن عوام الناس يتفاعلون مع القضية الحسينية كما يتفاعل المراجع والعلماء والفلاسفة والمفكرين، لكن كل ينظر بمقداره. الطفل يتعامل، يبكي ويتحمس ويغضب وما إلى ذلك بناء على مقتضيات هذه القضية. المرأة تفعل، الطالب يفعل، الأستاذ يفعل، الأم يفعل، والعالم يفعل، كلهم يفعلون، يتناغمون مع الحسين عليه السلام، ولكن القدر المتيقن كل واحد من هؤلاء يتلقى بمقداره، ولذلك تنتج الدمعة في عيون المرجع وهو الذي يستوعب القضية على المستوى الفكري والمستوى العقائدي برمتها، وتدر الدمعة أيضا مرة أخرى من ذلك الطفل الذي لا يفقه شيء مما يفقهه هذا المرجع، وما ذلك إلا لخصوصية شيخي القضية الحسينية. يعني هناك دعوة أنه أنتم كافي شبعتوا بكي، الآن توجهوا للفكر، تركوا البكاء والعاطفة وتوجهوا لدراسة القضية الفكرية، وهناك عكس ذلك تماما، يقول إحنا خلي نتوجه للعاطفة والفكر له رجاله وأهله. أنا أعتقد أعود وأقول، من يريد أن يحصر الحسين في زاوية مشتبه تماما، في كل الاتجاهات الحسين موجود، وعليه من يريد أن يفكر في تقوية الإرادة عليه أن يذهب إلى الحسين، في من يريد أن يفكر في قوة الجانب المعنوي عند الإنسان عليه أن يذهب إلى عاطفة الحسين، من يريد أن ينمي بصيرته في هذا المجال عليه أن ينظر إلى الحسين وطرق تعامله مع الأطراف المتعددة. لكن مهما يكون، أنا أعود وأقول، أسائل هؤلاء، إذا كان الحسين عليه السلام حركة تغييرية، التغيير أين ينشأ؟ وما هي آليات التغيير؟ وما هي مادة التغيير؟ إن لم يكن الناس العاديين هم مادة التغيير، من الذي سيتغير إذن؟ في وسط أكاذيب التاريخ، في وسط تزييف الأنظمة للحقائق وما إلى ذلك، كيف يمكن لنا أن نحاصر من لا قدرة له أو من لا توجد لديه فرصة في أن يتحول إلى جانب النخبة؟ نحاصره فيما لديه ونقول له لا عليك، أنت يعني ليس لك أي دور. بينما في قضية الحسين يعني من الواضح جدا نفس القضية فعلت الطفولة، فعلت المرأة، فعلت الشباب، فعلت الشيوخ الكبار المسنين جدا. حبيب كان مسنا جدا، لكنه مع ذلك وجدنا كل هذه الشرائح. العبيد كانوا موجود، يعني كان لهم الفقيه تواجد، والسيد والعالم، السادة كانوا على كل الشرائح كانت موجودة. فإذا كانت كل الشرائح بمستوياتها المتعددة موجودة، لماذا نأتي وندعي أننا نفهم القضية الحسينية لنحصر يعني نحاصرها في مجال ضيق جدا؟ من يريد الفكر، بسم الله، اللي يذهب إلى الجانب الفكري، من الذي يمنعه من ذلك؟ ولكن ليس من حقه، لكن أن نقوض القضية فقط، ليس فكرية. من حقه أن يمنع الآخرين أو يعيب على الآخرين لأنهم اهتموا بالجانب الذي يستطيعون أن يجيدوه ويستطيعون أن يستوفوا أغراضه. سماحة الشيخ، للحسين عليه السلام علاقة وطيدة بالإمام المهدي، وكثيرا ما وردت كلمات من الإمام المهدي، بل زيارات، بل أدعية، بل أكثر وأطنبت الروايات في ذكر الإمام المهدي للإمام الحسين. لذلك أتصور أن علينا لزاما أن نتحدث عن
علاقة الإمام المهدي بالإمام الحسين عليه السلام في فصل من فصول هذا الموكب وهذه الحلقة. إذا نتحدث إن شاء الله بعد فاصل قصير. أحبتي أذهب وإياكم إلى فاصل وأعود، ابقوا معي. حياكم الله أحبتي. قال المولى صاحب الزمان مخاطبا جده الحسين في أصعب لحظة في التاريخ: فهويت إلى الأرض صريعا تطوك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. وكأن الإمام المهدي كان حاضرا في وقعة الطف ويصور لنا أحداث تلك الواقعة. ساعد الله قلبه وهو يرثي جده الحسين كل صباح ومساء ويقول: لأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. العلاقة بين الإمام المهدي وبين الإمام الحسين عليهما السلام يحدثنا عنها فضيلة الشيخ الصغير في هذه الحلقة المباركة. حياكم الله سماحة الشيخ مرة أخرى، عظم الله لنا ولكم الأجر. شيخي، العلاقة وطيدة بين الإمامين. أولا، قضية الحسين في أصلها هي قيام مهدوي، يعني كلمة المهدي هي صفة تطلق على كل الأئمة، والقائم من قام منهم، وكان يفترض أن الدور المهدوي يلعبه أولا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن الأمة حينما نكثت وغدرت وصل الأمر إلى الإمام الحسن، ثم قام الإمام الحسين عليه السلام بهذا القيام بهدف ما نفسه ما هو نفس الهدف الذي يريده لاحقا أو الذي سيريده لاحقا الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. هذا أولا. الأمر الآخر، النصوص الأساسية التي خرجت من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ربطت بشكل جدي ومحوري ما بين الإمام القائم وما بين عشاق الحسين والقضية الحسينية. يعني الآن أنت تقرأ في زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء واحدة من أهم النصوص التي وضعت في طريقة تعامل أهل البيت مع قضية الحسين عليه السلام. هذه الزيارة متى تقرأ؟ تقرأ في يوم يشتد فيه الحزن ويشتعل الغضب بشكل شديد جدا. طبيعة الزيارة تقرأها من أولها إلى آخرها، تجد خصيصتي الحزن والغضب تشتعل في يعني في هذه الزيارة. من جملة ما يوجد في هذه الزيارة أثناء وجود ملفي الحزن والغضب في نفس الوقت. طبعا شيخنا عفوا، خلينا نتوقف فقط قبل أن نخوض بالزيارة. الزيارة من حيث السند، من الأئمة؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مروي عنه. هناك من يقول أنها حديث قدسي. حديث قدسي؟ لا، هي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام بسند واضح. هناك من يقول أنها رواية رواها الله لرسوله. على كل حال سماحة الشيخ، الرواية الزيارة بمقطعها الأول ثم المقاطع الأخيرة منها، هل كلها جملة واحدة بنفس الإسناد بنفس القوة؟ كلها واحدة، بالإضافة إلى دعاء علقمة الذي يأتي من بعدها يضاف إليها. إذن هي ومقاطعها الآن احنا بنفس قوة يعني السنة. ما يهمني في هذا المجال هو طبيعة العلقة التي ربطت ما بين الإمام الحسين وما بين الإمام القائم صلوات الله وسلامه عليه. في أنا قلت بأن ملفي الحزن والغضب بارزان جدا في هذه الزيارة، لكن
ما هي النتيجة؟ ما هو المطلوب من بعد الحزن والغضب؟ هنا الزيارة تؤكد عليه وتربط ما بين الإمام المنتظر وما بين الحسين صلوات الله عليه. في البداية السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، عرفت الحسين بأنه ثار الله. ثم حينما طوى الأمر تحول هذا الثار من الله إلى عنوان ثار أهل البيت، ارزقني طلب ثاركم مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه. ثم يتحول الأمر بعدها بقليل، تحويل الثأر من كونه ثار الله إلى ثار أهل البيت إلى ثاري أنا الذي أقرأ، يعني أنا انتميت إلى هذه المدرسة وأصبح ثارهم ثاري بشكل شخصي. اللهم ارزقني طلب ثاري مع إمام ظاهر ناطق بالحق منكم، مع إمام هدى المهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. هذا هو النتيجة المطلوبة من زيارة عاشوراء، يعني طبيعة الحزن يجب أن يؤدي إلى هذا المؤدى. مسألة ثار، من الذي يحقق هذا الثار؟ هو الإمام القائم. يلحظ هنا أن الإمام الصادق لم يسمي الإمام المهدي بعنوان الحجة ابن الحسن أو محمد ابن الحسن، وإنما علق الأمر على الإمام الهدى الظاهري بالحق الناطق بالحق منهم. هذا الأمر هو الذي يمكن لي أن أفسره بهذه الطريقة، أن الإمام لم ييئس الشيعة من الثأر ولم يقطع طريق الثأر وصولا إلى الإمام المنتظر. علق الأمر أي نصرة يعدها الثائرون للحسين عليه السلام ستكون مرحبة وستكون مرحب بها وستكون فرصة لوجود يعني أو لقيام القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع علمه بأبي وأمي بأن القضية ستنتهي إلى الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولكن خلال الفترة الزمانية ما بين 148 وصولا إلى زمن الإمام المنتظر اللي هي تقريبا 100 سنة بعد ذلك، ما أراد أن يقضى على آمال الناس بأن القضية بعيدة ويعني لا نحتاج إلى الثأر. أبقى قضية الثأر مشتعلة في قلوب المؤمنين. الآن إذا نريد نتساءل المغزى من هذا الحزن والمغزى من هذا الغضب، اللهم لعن الأمة التي كذا والعن فلانا وفلانا وما إلى ذلك، ما المغزى من ذلك؟ هو الثأر، والثأر يعلق على الإمام المنتظر. يعني في زماننا الآن إحنا من نقرأ زيارة عاشوراء في بكائنا في لطمنا في كل شعائرنا، إن لم نعلق الأمر على الثأر لم نصل إلى مطلوب الأئمة. مطلوب الأئمة هو ثأر الحسين، ولذلك الإمام المنتظر في أول خطاب له يوجهه إلى العالم ينادي بمظلومية الحسين عليه السلام ويسائل العالم بأن جده قتل مظلوما، ويفتح ملف قتل جده بعد فتح ملفات متعددة فيما يتعلق بجدته فاطمة الزهراء وفيما يتعلق بحق أمير المؤمنين وما إلى ذلك. هنا حينما يطلب ثأر الإمام الحسين ويعتبره ضمن الملفات الأولى، أنت إنسان تنتظر كل هذه القرون، بعد ذلك قطعاً البيان الأول يمثل عمق اهتماماته ويمثل صلب المشروع الذي لديه. لذلك هو حينما يذكر الحسين في باكورة أحاديثه الموجهة إلى العالم نعرف أهمية القضية الحسينية بالنسبة له. أضف إلى ذلك في حديثه بأبي وأمي عن ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور. هذا السؤال، هذا الأمر هو أمر متعلق بنا جميعا، نحن لم نعش تلك الفترة، دهورنا وأيامنا وعصورنا ما كانت في كربلاء. هل انتهى دورنا؟ هل انقطع الأمر مع الحسين عليه السلام
لأن الفرصة ذهبت التاريخية ذهبت منا، وإنما أشار إلى أمر آخر: ولم أكن لمن حاربك محاربا هذا الأمر، ولمن نصب لك العداوة مناسبة. هذا الأمر يعطينا طريقة في التعامل مع القضية الحسينية بعد أن ذهبت منا الفرصة التاريخية. إن كان ثمة من يحارب الحسين أو من يناصبه العداء، وهنا سبق لي أن أشرت أن المشار إليه هنا هو القيم التي قتلت الحسين، يعني الحرب التي تشن على الحسين لم تشن من قبل أفراد، وإنما مدرسة أسست لقيم ظالمة هي التي أدت بالنتيجة إلى تفجر الحقد الأسود الذي بموجبه قتل الإمام أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبالنتيجة هذا العصر وبقية العصور إن أنتجت حربا أو قيما تؤدي إلى هذا العداء وتؤدي إلى هذا، ثم واجب علي في أن أقف موقف المعادي وموقف المحارب إلى هؤلاء والمناصب إلى هؤلاء. لكن إن لم أتمكن وإن لم يكن في هذا الواقع ما فيه تحريك لقدراتي وما إلى ذلك بهذا الاتجاه، إذن علي أن أتجه إلى الجانب الآخر اللي هو: فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هنا أيضا أشار في غاية الأهمية في أن القضية ليست مجرد حزن، وإنما تحويل المآقي العيون إلى قروح نتيجة لجفاف الأدمع وما إلى ذلك، ما يشير إلى الحدود التي يريدها أهل البيت إلى طبيعة الجزع على الحسين. لا شك أن الذي يبكي صباحا ومساء ويبدل الدموع بالدماء وما إلى ذلك، هذا النمط هو نمط الجازعين. وثمة تصوير آخر: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وليندب النادبون وليصرخ الصارخون وليعج العاجون وما إلى هذا الحديث، إنما يشير إلى طبيعة ما هو المطلوب منا أن نفعل. انظر إلى قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في طريقة ما أشار إليه: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. هذه ليش يتحدث عن الصرخة؟ ليش ما يتحدث عن مجرد الحزن؟ لأن هناك تفعيل اجتماعي يجب أن يكون، هناك إبلاغ للمجتمع، هناك إيجاد عقل جمعي، رغبة في إيجاد عمل جماعي، كله ينهض بقضية الحسين. حتى ماذا؟ من أجل ماذا؟ لماذا يفعلون ذلك؟ لا شك ولا ريب أن الأمور تنتهي إلى قضية الثأر للحسين عليه السلام، ولا يوجد ثمة مجال للحديث عن ثأر للحسين بشكل جدي وبشكل نهائي إلا على يد المعصوم الذي هو يعرف بالضبط ماذا تعني قضية دماء الحسين. أنا وأنت وغيرنا ربما لدينا تصور معين، لكن هذا تصور المحدودين. أما طريق يعني تصور من عرف الحسين حق معرفته عالم آخر. كيف أن هارون العباسي حينما طلب من الإمام موسى بن جعفر أن يحدد له فدكا، هو يعرف فدك ماذا تعني، ماذا أجابه الإمام الكاظم عليه السلام؟ أجابه بمنطق أنا وأنت لا نعرفه. ربما إحنا لو قايلين أنه تعالوا حددوا فدك، نقول فدك القرية الفلانية الموجودة بالطريق الفلاني أو ما إلى ذلك. لكن الإمام ماذا فعل؟ أشار إلى كل ملك هارون وقال له: هذه حدود فدك، إن أردت أن ترجعها أرجع ما سلبتموه منا من حق. لذلك اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. علينا أن نلتفت، اللعن من بعده ماذا؟ من بعده البراءة. والبراءة ماذا تفعل يعني من بعد ذلك؟ تفعل أن يكون لك موقف من أي عملية ترضي أو قبول بهذا الذي ابتدأ ظلم آل محمد. هسه الذين ابتدأوا ولا بهم التأريخ، لكن من سار على هذا الأمر في يومنا هذا هل يستحق البراءة بنفس تلك الطريقة؟ بلى يستحق. من سار على نهج الحسين في يوم عاشوراء
وعاد يتمثل به من يتمثل به في يومنا هذا. هل يستحق الولاء؟ نعم يستحق الولاء، لذلك جاء التعبير بشكل دقيق. وهنا أشير إلى منهج زيارة عاشوراء وأهمية زيارة عاشوراء في تعبيره: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، هي تحديد للأطر الاجتماعية التي يجب أن أسالمها وأتحالف معها وأصادقها وأودها في مقابل الأطر التي يجب أن أحاربها ويجب أن أتبغض إليها ويجب ويجب إلى آخر الحدود البراءة المطلوبة مني. لذلك هنا القضية في كل هذه المفاعل، في حدود السلم، في حدود الحرب، من الذي ينظمها؟ على المستوى القضية السياسي. المهدوية، القضية المهدوية هي التي تحدد هذه الأطر وتنتهي بها إلى المسارات التي يريدها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذا سمحت الشيخ، نقول أن أهل البيت من خلال هذه المفاهيم الكبيرة التي اختزلها الإمام صادق في عبائر صغيرة، لعله إذا أردنا أن نجمع الزيارة صفحة واحدة زيارة عاشوراء، نقول أن فيها منهج ديني ومنهج عاطفي ومنهج فكري يضاف للمنهج، يضاف لها المنهج السياسي الذي يرسمه الإمام سلام الله عليه، حيث يقول سلم لمن سالمكم وحرب لمن حرب، كأنه يرسم خارطة للتحالفات. لا شك ولا رب. أضف إلى كل ذلك حديث أهل البيت، يعني زيارة عاشوراء حينما تقرأ نص شعبي، هو يعني لا توجد فيه لفظة صعبة، لا يوجد فيه خطاب للنخبة دون غيرهم، يمكن أن يقرأ الإنسان العادي جدا ويتفاعل معه، وهذه ميزة من مزايا نصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في جانبها الشعبي. أسسوا في كل الزيارات هناك منطق شعبي يألفه كل الناس، لكن في هذه الزيارات منهجهم التربوي، منهجهم العقائدي، منهجهم السياسي، ومنهجهم في التغيير في داخل مضامين هذه الزيارات يتوغل بشكل عميق جدا، بحيث الذي يريد أن يكتفي بهذا المقدار يمكن له أن يستخرج كل المنهج. الآن كثير من ربما الكثيرين من سمعوا هذا الكلام راح يشوفون زيارة عاشوراء غير الزيارة اللي هم كانوا يقرؤونها، قد يكون يمرون عليها قبل وما يلتفتون إلى هذه المعاني. وأنا أعتقد أن العلماء المتخصصين ربما يشيرون إلى معاني أعمق من هذا الأمر، لكن ضمن عجالة البرنامج أنا أنصح أخواني الأعزاء في النصوص، نصوص الزيارات التي أسس لها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه، لا تقرأوا مجرد الكلمات، اقرأوا ما خلف الكلمات، ستجدون المسألة أعمق بكثير من مجرد الألفاظ التي تقرؤونها في الزيارة. سمحت شيخ، الأدعية، عندنا دعاء الندبة كان حافلا بذكر سيد الشهداء صلوات الله، نفس الطريقة بالتعامل؟ لا شك ولا ريب، هو النص نص من نفس الجهة. ومرة أنا المعصوم مرة يتحدث مع معصوم، مرة يتحدث مع راوي، مرة يتحدث مع الله. كل هذه الأحاديث حديثه مع الله سبحانه وتعالى، حديثه مع المعصوم، حديثه مع العلماء، ما كلها موجهة للنفس. يعني الآن دعاء كميل وإن كان حديثه مناجات مع الله سبحانه وتعالى، لكن هو خطاب إلى الناس. الإمام يضع نفسه في موضع الناس العادين، وإلا حينما يقول اللهم اغفر لي تلك الذنوب التي تهتك العصم، هل هو يرتكب مثل هذه الذنوب؟ لا يبقى إماما إذا كان، لكن وضع نفسه بموضع من يذنب وأراد أن يعرفنا كيفية التعامل والتأدب بين يدي الله. شيخي لم ندخل حتى في الموضوع حقيقة، أنا في جعبتي، أنت جئت بموضوع طويل ومتشابك. أنا في جعبتي الكثير عن الأسئلة فيما يخص علاقة الإمام المهدي بالإمام الحسين عليه السلام، وأعتقد أن يعني لا تكفينا ساعات للحديث في هذا المجال، لا سيما أن القضية المهدوية قضية واسعة ومتشعبة وكبيرة جدا. أتصور أننا بحاجة لوضع دراسة وبيان منهج
يختلف عن المنهج الراديكالي الذي كانوا يطرح أو تطرح فيه القضية الحسينية. أعمل أن نوفق لعلنا في قواب الأيام، لكن هذا ما يسمح به وقت هذا الموكب المبارك، على أمل أنه نلتقي إن شاء الله في جلسات أخرى في أماكن نرافق بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أفراحهم وأتراحهم من خلال موكبنا إن شاء الله. الله عمره بوجود العلماء ووجود خدام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شكرا لكم فضيلة الشيخ لما قدمت جد وأفت إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويستر عليكم. كذلك أحبتي شكري وخالص امتناني لكم لحسن الرضا وحسن المتابعة. أستودعكم الله وأسرعيكم في فقرتي هذه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله.